السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنواصل اليوم في الشابتر الثالث اللي هو عنوانه Equilibrium of Rigid Bodies، وذلك من خلال المحاضرة الثانية من الشابتر هذا. في المحاضرة هذا هنشوف الـ Various Supports to the Force System، يعني هنشوف المدعمات لما يكون القوة في البلان يعني في 2D. هنشوف الحالات اللي يكون فيها يعني الجسم في حالة اتزان لما يكون يعني في البلان. هنبدأ بشرح الحالات هذه يعني بتاع السيبورتس المدعمات في كل حالة. أول شيء لما يكون مثلا في الحالة الأولى، أول حالة لما يكون عندك كيبل، طبعا القوة الوحيدة اللي حتكون هي قوة الشد هذه، عشان كده الصورة هذه حتكون الكيبل بتاعها يعني التنشن دي هذه في نفس الدايركشن بتاعت الكيبل. الحالة الثانية إذا كان سموث سيرفس، يعني إيش يعني لما تكون يعني السطح غير خشن، يعني الحالة هذه مش هيكون فيها احتكاك، يعني القوة الوحيدة اللي هي حتكون القوة اللي هي على العمودية على سطح الاحتكاك، زي ما انتم شايفين هذا هو سطح الاحتكاك، يعني هذه النورمال الآن هي القوة الوحيدة. الحالة الثالثة اللي هي راث سيرفس، يعني سطح خشن، شايفين السطح هذا هو سطح خشن، بما انه خشن يعني حنضيف يعني الى النورمال هذه حنضيف قوة يعني الاحتكاك اللي هي الاف، يعني حتكون يعني الاف والان، طبعا المجموع بتاعهم المحصل بتاعهم حتكون ار. هذه هي يعني الحاله الثالثه. بالنسبه للحاله الرابعه اللي هي رولر سبورت، يعني مدعمات تكون في شكل عجلات، لكن العجلات هذه يمكن تاخذ اشكال مختلفه، يمكن تكون في الحاله هذه او هذه او هذه او هذه او هذه، يعني في الحالات الاربعه هذم او الخمسه هذم يعني بيكون عندك نفس الناتج اللي هي القوه، بتكون قوه واحده اللي هي قوه عموديه على سطح يعني الاحتكاك اللي هي النورمال، يعني في كل حالة بتكون قوة واحدة، يعني لما يكون عندك رولر يكون عندك قوة واحدة. الحالة الخامسة اللي هي يعني freely sliding، يعني بتكون عملية الانزلاق على مثلا على العمود هذا او العمود هذا، لما يكون في حالة انزلاق نفس الشيء بتكون يعني قوة واحدة عمودية على السطح. الحالة السادسة اللي هي pin connection، مثلا هنا بيكون يعني الربط ما بين الجسم هذا والجسم هذا بالشكل هذا أو بالشكل هذا، هذا بنسميه البين. في حالة البين طبعا هيكونوا قوتين اللي هي القوة العمودية والريزلتنت فورس، اللي هي نفسها يمكن نعوضها بقوة واحدة اللي هي المحصل بتاعهم الاثنين اللي هي هذه، يعني نفس الشيء. لكن هذه إذا كان الكونكشن هنا ما تسمحلوش بالدوران، إذا كان ما فيش دوران طبعا مش هنضيف يعني بين فري تو تيرن، يعني يمكن أنها تسوي عملية دوران، يعني هنحذف العزم. إذا كان نوت فري تو تيرن يعني ما يمكن لهاش الدوران زي الحالة هذه، طبعا هيكون يعني فيه عزم، يعني هنضيف عزم للقوتين، لكن في العموم بتكون بالشكل هذا بيكونوا قوتين بس. الحالة السابعة اللي هي بيكون fixed support، بيكون fixed أو يعني في شكل لحام أو يكون مثبت بالشكل هذا أو بالشكل هذا، الحالة هذه هيكونوا قوتين وعزم، طبعا كل حالة هيكون قوتين وعزم، يعني لما يكون fixed support fixed هيكونوا قوتين وعزم. آخر حالة طبعا أي جسم عنده يعني الكتلة بتاعه اللي هي الماس M اللي هي قوة الجاذبية اللي هي يعني حتكون قيمتها W، حتكون الماس جي اللي هي الجاذبية طبعا اللي هي 9.81 نيوتن متر بير سكند سكوير، هذه هي يعني قوة الجاذبية، يعني هذه معروفة. الحين حناخذ بعض الأمثلة اللي فيها يعني مختلف القوى، مختلف السبورت اللي شفناه. مثلا هنا عن القوة واحد والقوة اثنين والقوة ثلاثة، وهنا طبعا حسب الحالة حالة من الحالات اللي شفناها اللي هي السبورت، بما انها سبورت طبعا زي ما قلنا منذ حين هنعوضها قوتين وعزم، يعني السبورت هذا عوضناها بقوتين وعزم، القوة F1 و F2 و F3 هي نفسها، وهنا بما انه قال لك عندها ماس طبعا هنضيف الويت اللي هو الماس في الجي، يعني هذا هو الفري بودي دياجرام بتاع المثال هذا، يعني شفتوا المثال هذا، هذا هو الفري بودي دياجرام بتاعه. لو ناخذ مثال ثاني، لكن هنا بيقول لك انه هنحذف الماس، يعني الجاذبيه ما عندها اهميه في الحاله هذه، بنشوف القوة الموجوده طبعا هنا عندنا رولر وهنا عندنا بين وهنا عندنا قوة بي، يعني لما نعوض عن القوة بي هي نفسها، طبعا الرولر زي ما قلنا بنعوضها بقوة واحدة، طبعا البين بنعوضها بقوتين زي ما شفتوا،
طبعا بما انه هنا قال لك ماس، طبعا حيكون الويت اللي هو الماس في الجي، يعني هذا هو الفري بودي دياجرام بتاع المثال هذا. هنشوف مثال ثالث. طبعا هنا بيقول لك انها سموث سيرفس، يعني الاحتكاك هنا حيكون يعني ما في احتكاك، حتكون عندك ماس ام، طبعا حيكون عندك القوة بي، حيكون عندك الوزن، عندك البي هنا، عندك بين يعني حيكون قوتين، والو دبليو الويت، وهنا حتكون قوة واحدة بما انه ما فيش احتكاك. لو كان في احتكاك طبعا حنضيف الاف اللي هي الفراكشن، لكن هنا بيقول لك سموث سيرفس. اخر مثال اللي هو نفس الشيء، حيحذف يعني الوزن بتاع الجسم هذا. هنا عندنا بين حيكون قوتين، وهنا رولر حيكون قوة واحدة، والقوة هذه بي، يعني الفري بودي دياجرام حيكون قوتين زي ما شفتوا، وقوة واحدة وقوة، يعني هذا هو الفري بودي دياجرام بتاع المثال هذا. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم، وإن شاء الله في المحاضرة الجاية حنواصل بقية الشابتر.